حياكم الله. كلنا نعرف أن الديكورات داخل كل عقار تختلف من مكان للثاني، لكن هذا الشيء اللي يميز المكان. إحنا اليوم متواجدين بصناعة الكرامة بشارع البراوي، وتحديداً بمصنع الحرفي واللي تأسس عام 2001 لصناعة الديكورات. بدأ هذا المعمل بالتخصص بالنقوش الخشبية بعام 2005، واللي تستخدم بصناعة غرف النوم وأضخم الاستقبال. وبعام 2008 استخدم هذا المعمل مكائن الـ CNC لإنتاج النقوش الخشبية للديكورات والأثاث. بمرحلة التصميم يتم تصميم الديكور اللي يعتبر أول مرحلة لإنتاج الديكور. المرحلة الثانية من إنتاج الديكور هي اختيار الألوان بحسب رأي الزبون. هسا وصلنا لمرحلة تقطيع الخشب، واللي يتم بها إكمال الفصال الخاص بالديكور قبل تسليمه للزبون. طبعا ايش قد تطولون تقريبا باكمال الديكور قبل ما تسلمون الزبون؟ والله اكو ديكور يعني يطول يومين، اكو ديكور يطول اسبوع، يعني حسب الفصالات هي اللي مال ديكور. يعني اكو مثلا غرف تطول بيها فد 10 ايام الى اسبوعين، يعني حسب الديكور هو اللي الشغل. هسه وصلنا وياكم لمرحله تجميع الخشب حتى يوصل الديكور لشكله النهائي. هسه استاذ حذيفه مدير المعمل راح يحكي لنا بعض التفاصيل عن انتاج الديكور وايضا من ناحيه السعر والجوده. المواد اللي تستخدم فيها عملنا MDF وخشب الزان والبلاستيك الاكريليك والالواح الليزريه، واللي يميز عملنا انه نجمع عمل MDF مع خشب الزان ودقه في التصميم عندنا، ووجود مكاين متكاملة من CNC إلى ليزر وبقية مكاين نجارة مطورة. إضافة إلى هذا أنه إحنا أول من أدخل مكاين CNC كان سنة 2007. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صنع في العراق. انتظرونا بحلقة جديدة وصناعة جديدة. إلى اللقاء.